السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف المسلمين بالقرآن الكريم وجعله لهم عزاً وفخراً، قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، ويسر كلماته للتلاوة والحفظ ومعانيه للتدبر والفهم، قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والصلاة والسلام على سيد الورى وإمام أهل التقى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم والحاضرين بهذا الحب في الجنة. أحبتي، كما تشرفنا في اللقاءات الماضية، معنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا فضيلة الدكتور. مرحبا بكم وبالسادة المشاهدين. أحبتي، إن الغاية الكبرى والمقصد المنشود من تلاوة كتاب الله عز وجل هو التدبر الجالب للخشوع. لذلك قيض الله لهذه الأمة أئمة الهدى ومصابيح الدجى من المفسرين والمؤصلين لكتاب الله عز وجل. ولله در القائل: يا أمة القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرق، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى تزيل تناحرا وتفرقا، ولتجعليه محكما في أمرنا، وثقي وثقي بوعد الله أن يتحقق. أحبتي، موعدنا اليوم مع إمام جديد من أئمة التفسير، محمد جمال الدين القاسمي. شيخنا جمال الدين محمد ابن قاسم الحلاق القاسمي من المصلحين الكبار الذين عاصروا تيارات مختلفة، وخصوصا التيار الصوفي الأشعري. ما هي عقيدة محمد جمال الدين القاسمي؟ يعتبر الإمام محمد جمال الدين القاسمي من أهل السنة والجماعة، وعقيدته عقيدة السلف، وبفضله تعالى يمتاز تفسيره للآيات بأسلوب سهل وسلس، يستطيع أي قارئ أن يستوعب هذا التفسير ما شاء الله. وهو في تفسيره لصفات الله تعالى التزم بالعقيدة السلفية أو بالمنهج السلفي في هذا الأمر، بما يسلج الصدور ببحوثه القيمة، يعني من وقت لآخر كأنه بحث مستقل أثناء التفسير، ويكون تنبيه، يعني خلاصة ما سبق شرحه ما شاء الله أو سبق تناوله من قبل. هو سيدنا يعني ولد سنة 1233، نعم، ومات رحمة الله عليه سنة 1332، نعم، تقريبا عاش ما شاء الله ما يقرب من 99 سنة. الحمد لله، رحمة الله عليه. خيركم من طال عمره وحسن عمله. أسأل الله يبارك في عمرك شيخنا. الله يبارك فيك. الله يبارك في عمرك. ولكم بمثل ذلك وأفضل إن شاء الله. الله يرضى عنكم. الوصف العام لتفسيره رحمة الله عليه. هذا التفسير تفسير ضخم، إذ وقع في 17 مجلدا أو جزءا. سيدنا يقول سيدنا أنه اسم التفسير محاسن التأويل. محاسن التأويل. محاسن التأويل. محاسن التأويل. مطبوع بدار إحياء الكتب العربية. نعم. عيسى الحلبي. نعم. ويقع كما تفضلتم في 17 جزءا. الحمد لله. تفضل يا شيخ. هذا التفسير تفسير ضخم يقع في 17 جزءا، ويرى مؤلفه أن هذا النوع من التفسير هو الأولى بالاتباع، يعني التفسير السلفي على أساس لا تلحقه شبهة، لا يلحقه تقصير، لا يلحقه دخن، لا يلحقه دخل أو أي شيء يشوشه أو يشوه هذا التفسير. القائم على النقل الكثير، وينقل كثيرا من تفسير ابن كثير ما شاء الله. نعم، فهو يعتبر تفسير بالمأثور كشيخه الأسبق العلامة ابن كثير، وشيخه الأسبق الإمام ابن جرير الطبري. شيخنا، يعني كل من ينقل التفسير يسمى مفسر؟ لو كان حاز هذه العلوم التي ذكرها الإمام الزركشي في البرهان، أو الإمام السيوطي في الإتقان، اللي هي شروط المفسر. شروط المفسر، حتى لو نقل التفسير، كونوا نقلوا واستحسنه على غيره يعتبر انتقاء جيدا. نعم.
لكن مجرد نقله هو يعني لم يستوعب هذه العلوم التي ذكرت في البرهان أو الإتقان، يعتبر ناقل تفسير فقط. نعم، يعتبر ناقل تفسير. لكن هؤلاء بصراحة كلهم وصلوا إلى مرتبة الإمامة والاجتهاد. إذا هناك يعني شروط علمية، نعم، وشروط دينية، نعم، وشروط شخصية. نعم، يعني لو نحب نتعرف كده سريعا. الشروط العلمية أنه يحوز هذه العلوم 18 علما تؤهله لأن يكون فقيها أو مفسرا أو مفتيا. الله أكبر. نعم. إن لم يحوز هذه العلوم فلا مانع أن يقرأ، لكن يقرأ بأمانة ويكون جيدا للغة العربية حتى يستطيع أن يستوعب ما يقرأ ويعرف كيف استنبط الإمام أو كيف فسر الإمام هذه الآيات تفسيرا صحيحا. نعم. في الحالة الأولى يكون مفسرا لو استوعب هذه العلوم، في الحالة الثانية لم يستوعب أقل القليل أن يكون أمينا في النقل وفاهما لما نقل، فلا مانع أن يكون أحدا أمينا وفاهما لما نقل وفاهما لما نقل. نعم، لكن مجرد نقل وقد تتعارض النقول فهذا لا يحمد. لكن نعم، كل هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله كانوا فاهمين لما نقلوا، وكونوا يستوعب هذا المنقول وفي مكانه الصحيح يعتبر مفسرا. نعم، يعتبر مفسرا. نعم. نعم. موقف الإمام محمد جمال الدين القاسمي من الأسانيد. موقفه من الأسانيد أنه بينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم خصوصا ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم. فمتى صح الإسناد إليه فهو تفسيره، فكونوا تتبع الإسناد وأسند إلى ما نقلوا عن ابن عباس إليه وإلى ما نقلوا عن ابن مسعود إليه وعن أبي هريرة إليه فلا مانع، واعتبر يعني أحيى الأسانيد أو أقر الأسانيد في هذه النقول. هو نقله في حد ذاته عن عبد الله بن عباس. نعم. هذه منقبة في تفسيره. صحيح. نعم. على أساس أنه ترجمان القرآن. ترجمان القرآن. نعم. نعم. موقف الإمام محمد من آيات الأحكام والأحكام الفقهية. وفي الحقيقة حينما يمر على آيات الأحكام يستنبط منها أحكاما غير مسبوق إليها، فيعتبر إمام مجتهد وله بعض الآراء خص بها دون سابقه ودون لاحقه. نعم. فهو يعتبر من المجتهدين ما دام استطاع أن يقرأ يفسر الآيات المتعرضة للأحكام الفقهية والتي تستنبط منها الأحكام الفقهية وله رأي خاص لم يسبق إليه، يعتبر من الأئمة المجتهدين. فضل أنه يعني ذكر أقوال أئمة الفقهاء من الصحابة. نعم. والتابعين. والتابعين منقبة للإمام محمد جمال الدين القاسمي. نعم. نعم يا شيخ. إذن هو يتناول آيات الأحكام. نعم. وله رأي مجتهد فيه. مجتهد فيه. نعم. موقفه من القراءات. خصص بعض الإمام محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله خصص بعض المقدمات للقراءات، يعني كلما يشرع في تفسير مقطع يخصص سطورا معينة، يقول قرأ نافع كذا وقرأ ابن كثير كذا وقرأ الكسائي كذا وقرأ حمزة كذا، هذا في البداية خصص بعض المقدمات للقراءات، وما ذكر فيها منقول عن أئمة هذا الشأن، يعني ما نسبه إلى الإمام حمزة أو الإمام نافع أو الإمام ابن كثير من القراء هم أئمة هذا الشأن، وكونوا ينقل عنهم ده يعتبر له اهتمام بالقراءات. شيخنا، ذكر أو الإسهاب في القراءات بيخدم التفسير؟ الإسهاب في القراءات، في ذكر القراءات في التفسير بيخدم التفسير، لأن كل قراءة من القراءات السبع أو العشر المتواترة كل قراءة تختلف عن الأخرى في النطق، وبالتالي يترتب على ذلك اختلاف في المعنى. نعم. فكأن نعم. سبع معاني للآية الواحدة. نعم. التي فيها قراءات متعددة. إذن تمكن المفسر. نعم. من علم القراءات. نعم. يخدم ينعكس على. نعم. على التفسير. موقف محمد جمال الدين القاسمي رحمة الله عليه من الإسرائيليات. وأحيانا سبحان من له الكمال أحيانا ينساق إلى بعض الإسرائيليات فينقلها، وأحيانا يعرض عنها ويعدل عنها، لكن حينما ينقل يتعقبها إما بالتصحيح أو بالتضعيف أو بأنها من قبيل النوع الثالث من الإسرائيليات
يعني ليس لها سند حتى يحكم عليها بالصحة أو يحكم عليها بالضعف. شيخنا، يعني من باب التوضيح للسادة المشاهدين، ضابط الإسرائيليات إيه قبل ما نتكلم عن موقفه أو ننتهي من موقفه من الإسرائيليات؟ الإسرائيليات في الحقيقة جمع لكلمة إسرائيلية، ومجموعها عبارة عن قصص الأنبياء السابقين التي وردت في كتب أهل الكتاب أو أحاديث. قصص الأنبياء السابقين. السابقين أو نعم. أحاديث نقلت عنهم أو أقوال نقلت عنهم. نعم. كل هذا في مجموعه يسمى إسرائيليات. نعم. نسبة إلى أبناء إسرائيل اللي هو نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. علماؤنا كالشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله قسم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما اتفق مع الكتاب والسنة يقبل بلا تردد، لأن المصدر واحد وهو الوحي. يبقى كل ما ذكر من الإسرائيليات نعم. موافقا للكتاب والسنة يقبل، مقبول. مقبول. نعم. القسم الثاني أو النوع الثاني عكسه، كل ما عارض الكتاب والسنة يرد. عكسه تماما. عكسه تماما. كل ما عارض الكتاب والسنة يرد. وكما قال الشاعر الموفق: وبضدها تتميز الأشياء. يعني نحن لا نعرف قيمة الحق إلا إذا سمعنا بالباطل وأثر نعم. الباطل. نعم. أحسنت. ولا نعرف أضرار الباطل، نسأل الله السلامة، إلا إذا عرفنا قيمة الحق. نعم. ده القسم الثاني. والثالث؟ القسم الثالث ما جاء على سبيل الرقائق أو الترغيب والترهيب، لكن مقطوعة السند. يعني يحكي عن نبي الله داود كذا، يحكي عن نبي الله أيوب كذا. هذه كما يقال لا تصدق ولا تكذب. لا تصدق ولا تكذب. نعم. لأن لو صدقناها فقد تكون كذبا في الواقع أو في الحقيقة، ولو كذبناها قد تكون صدقا أو حقا في الحقيقة. فننتفع نعم. بما فيها من ترغيب أو ترهيب، ترغيب في الخير أو ترهيب من الشر، ونكل أمر حقيقتها إلى من أحاط بكل شيء علما. نعم. نعم. يبقى الشيخ الإمام القاسمي رحمة الله عليه موقفه من الإسرائيليات. نعم. تفضل. موقفه من الإسرائيليات أحيانا يقع ينساك مع الإسرائيليات أحيانا، ويعدل عنها أحيانا، ويرد عليها في مواضع أخرى. يعني مرة يقع في الإسرائيليات ولا يعلق، ومرة يقع في الإسرائيليات ويعلق، ومرة يقع في الإسرائيليات ولا يعلق. يعني هو يعني يدور بين الضوابط الثلاثة. بين الضوابط الثلاثة. نعم. رحمة الله على الإمام القاسمي. آمين. موقفه من النحو واللغة والشعر. وفي الحقيقة الإمام القاسمي رحمه الله مقل في الإعراب، وهو ينقل كثيرا ولا تعرف له رأيا. يعني مثلا يقول: قال سيبويه في المسألة نحوية كذا، أو قال الخليل في مسألة نحوية كذا، أو الزجاج في مسألة كذا، ولا تعرف له رأيا. يعني لا يستطيع أن يقول سيبويه وفق في هذه المسألة، أو الزجاج لم يوفق، أو كذا. مالوش يعني النقل، ينقل دون نقد. دون نقد. نعم. بدون تعليق، وهو نعم. مقل في هذه الناحية. نعم. نعم. يعني هو لا يذكر الإعراب للآيات القرآنية ولا تتبدأ إعراب الآية. لا، هو يذكر الإعراب أحيانا لكن مقل في هذه الناحية، بعكس مثلا الإمام أبو حيان الأندلسي كتاب نحو. الكتاب في الحقيقة نعم. في الظاهر كتاب نعم. نحو. وكما قيل في الإمام الرازي سابقا عليه رحمة الله، قال عنه بعض المفسرين: فيه كل شيء إلا التفسير، من كثرة الاستطراد في مسائل النحوية، مسائل كلامية أو نحوية. نعم. أو فيه كل شيء إلا التفسير. فيه كل شيء إلا التفسير. إلا التفسير. صحيح العبارة قاسية، لكن هو بيحكي عن المبالغة في الاستطراد. يعني شيخنا، يعني الكلام ده يفيد طالب العلم المتخصص اللي عاوز يقرأ كتاب تفسير. صحيح. يعني إذا تنوع المفسرين نعم. في كيفية التفسير وكيفية عرض الآية نعم. بيردم طالب العلم. نعم. نعم. شيخنا، يعني انتهى وقتنا، وسعدنا بلقائكم. بارك الله فيكم. أحبتي، بذلك قد نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك. نكمل في اللقاء القادم مع إمام جديد من أئمة التفسير إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.